يلا السلام عليكم وبسم الله توكلنا على الله. رحنا جينا زيدنا نشوفوا 3 الهكتارات اللي كاينه في بير طمطم على الطريق الرئيسيه فاس وجده. وهاد 3 الهكتارات تبارك الله كما كتشوفوا عندها واجهه كبيره على الطريق، هانتوما الواجهه ديالها مازال غاديه، واجهه كبيره على الطريق جات ما بعيداش على بير طمطم وراس تبودة بزاف، بعيدة تقريبا على بير طمطم بواحد الخمسة، كيلومتر، قريبة لقرسيف، قريبة لتازة، فيها الزيتون والباقي خاوي، شي 48 ديال الزيتون اللي فيها والباقي الأرض خاوية. مازال غادي ندخلو وتشوفوها كاملة إن شاء الله. ومرحبا بكم في 3 الهكتارات. بالنسبة للوريقات ديالها تيتري محفظة، وبالنسبة للثمن ديالها 26 مليون، وإن شاء الله الرحمن الرحيم قابلة للنقاش وقابلة للتفاوض، وإن شاء الله الرحمن الرحيم تقدر تبقى على حساب أنا ما شفت تقدر تبقى حتى 20 مليون للهكتار. أرض ممتازة فلاحية، هاد 3 الهكتارات سمولتها مرا، السمية ديالها أرض صالحة للمشاريع، صالحة للفلاحة على الطريق الناسيونال كما قلنا، الثمن فيها ثمن مزيان. وهاد الارض هادي ما بعيداش على فاس بزاف، وما بعيداش على صفرو، وبالجانب ديالها على الطريق كاين 2 كتارات ب25 مليون الهكتار، تاهما محفظين ناديين، تاهما اللي بغاهم مرحبا. وتحية لكل متتبعي قناة عقارات وأراضي الخير، ونخليكم تشوفوا الفيديو والأرض، ونتمنى إن شاء الله. اللي ما مشتركش وما مابونيش في هذه القناة هذه يدير أبوني ويشترك باش يبقى يوصلوا ديما الجديد ديال العقارات والأراضي الفلاحية، دير أبوني ويشترك معنا ومرحبا. ونزيد انا شي فيديو وعدنا جينا ها الارض مون بسيطه تبارك الله ما شاء الله، طبله وحده سينيه كما كيقولوا، سينيه هانتوما طبله، والقمح فيها وزرعه، زرعه ممتازه. 3 الهكتارات على الجودرون على الطريق الوطني الرابطه ما بين فاس وجده، وعندنا اراضي كاين 16 هكتار، وكاين 2 كتارات، وكاين 2 كتارات في نفس المنطقه اللي بغاوهم مرحبا.